مثلا نقول له 1/1/2014 هيكون موافق مثلا يوم اتنين الساعة 5:30، روح شغل فلان. طب عايزين نجربها في المعمل، اكيد مش هنستنى لغاية 2014 في المعمل. فساعتها اعمل ايه؟ هدخل اقول له دلوقتي انت بقيت يوم 1/1/2014 الساعة 5:30، هيروح مشغل الاوت. اوكي، اما نيجي نجربها هنخليها 5:30 لدقيقة عشان نستنى الدقيقة واللي راح لقط ساعتها. تمام، يعني هنعوزها واحنا شغالين. مهمه جدا، هنعمل برنامج في حد منكم لما نيجي ناخد التايمرز ونقول ان التايمر اخره ساعه على 8 دقائق، اول سؤال هيسال هيقول لك انا عايز اعد اكتر من ساعه على 8 دقائق. هنعمل برنامج بعد 4 5 ساعات. طب عايزين نجربها، هنجربه ازاي؟ هنعمله رايت اول بقيمه، اوكي عشان نجري شويه. هنعمل كاونتر بيعد مليار عده، طب هنجربه ازاي؟ هنبعت له نقول انت مليار الا اتنين وندوس دوستين يبقى كده وصل للمليار وهكذا. اتفضل. هي مش اهم حاجه، بس يعني ده 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 دي حلاوه البي ال سي. احنا كده هنتعلمها مع بعض، يعني الناس اللي مخضوضه من المنظر دوت ما تقلقش كده، احس ما طبقناش. انا اتغضيت انك كلام نظر. طيب ممتاز، ماشي نتكلم بقى. طيب لو عايزين نعمل بروفا دلوقتي نجرب حاجه، بص خليك واقعي معايا، انا نفسي متضايق وانا بشرح لك رايت اول دلوقتي لان هنشرحها مضطرين على الميركر والاوت، ما خدناش غيرهم لغايه دلوقتي. اوكي، بس هفكرك تاني بيهم. رايت اول يقدر يعدل في حتى الميركر والاوت بس لو البرنامج موافق. يعني ما ينفعش يكون البرنامج بتاعك الاستوب مفتوح واجي اقول له شغال الميركر هيقول لي لا، او الاستوب مفتوح واقول له شغال الاوت هيقول لي لا. امتى ممكن يشغل؟ لو الاستوب مقفول بس كان مستني ان حد يدوس على ايه؟ على الستارت. بدل ما يدوس على الستارت ممكن اعمل ايه في الاوت على طول؟ اقول له اشتغل ما دام الاستوب مش معارض. اوكي، بس لو الستارت متداس عليه والاستوب مقفول يعني كله كلوز الاوتبوت شغال، ينفع الرايت اول فيه؟ لا، لان البرنامج بيقول له خليك شغال. فالرايت اول اخره يشوف البرنامج لو تمشي معاه الحركه دي هيعملها، مش موافق يقول لك ما ينفعش. يعني لو قلت له عايز 2 شباك 1 وهو وافق هتلاقي 2 شباك 1 اتنقلت هنا، بقت الكرنت فاليو القيمه الحاليه. لو قلت له عايز 2 شباك 1 وهو مش موافق هتفضل هنا 2 شباك 0، هتلاقيه راح مسح لك اللي انت كتبته. لو هو مش موافق عليه يمسحه من نفسه. اوكي.